ولمزيد من الاطلاع مشاهدينا الكرام معنا عبر الهاتف من الأنبار دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور عبد القادر. إذا حملات دعم النازحين في مخيمات النزوح مستمرة من جانب منظمتكم آخرها تلك التي نفذتموها في الحبانية، ما تفاصيل هذه الحملة؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لك ولجميع مشاهدي قناة الراصدين. الحقيقة هذه الحملة جاءت ضمن سياق الحملات المستمرة لمنظمة أم القرى للنازحين في مخيمات النزوح الممتدة في جميع محافظة الأنبار وغيرها. فهذه المخيم، هذا المخيم الحبانية، مخيم كبير يضم أكثر من 2000 عائلة ضمن هذا المخيم. كانت هذه الحملة الأخيرة هي المرحلة الثانية التي ضمت أكثر من 1150 سلة غذائية تم توزيعها على هذه العائلات الكريمة في هذا المخيم. وهذه بعد الحملة الأولى، أيضا المرحلة الأولى كانت أكثر من 1000 عائلة. أيضا قمتم بتوزيع منحة مالية للهيئة التدريسية في مدرسة الإبصار 2، يعني ما الهدف من هذه المنحة؟ هناك هذه المدرسة الخاصة في المخيم للنازحين، مدرسة أيضا رعت المنظمة تأسيسها وأيضا تقديم مساعدات من توفير مستلزمات دراسية ومقاعد دراسية ضمن أكثر من حملة. وكانت هذه آخر يعني حملة أيضا تقديم الدعم للهيئة التدريسية، بحكم أن أغلب هؤلاء المدرسين الموجودين في هذه المدرسة لا يتقاضون رواتبهم منذ فترة وأكثرهم متطوعين، فكان المنظمة وقفة مع هؤلاء المدرسين والمعلمين في دعمهم وأيضا دعم المسيرة العلمية والطلاب في هذا المخيم، في المخيم الحبانية. أيضا في قضاء أبو غراب يعني أنشأتم عيادة طبية مجانية للنازحين في مخيمي الشمس والأمل المنشود في القضاء، لو تطلعنا أكثر على الخدمات التي ستؤمنها هذه العيادة الطبية للنازحين في هذين المخيمين. تماما، هذه العيادة الطبية المجانية الميدانية كانت من كادر طبي متخصص بين فترة وأخرى تتم زيارة هذه المخيمات وغيرها من كادر طبي يقدم العلاج المجاني والفحص الطبي لكثيرين من الأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، ونقدم لهم ما نستطيع من الأدوية وبعض المستلزمات الطبية، حيث هذا يعني هناك نوع من وجود هناك نوع من الإهمال الصحي والطبي في ضمن هذه المخيمات، فتحاول المنظمة لسد هذا النقص وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهؤلاء. وأيضا فضلا عن تجهيز بعض المختبرات الطبية في بعض المخيمات وإنشاء هذه العيادات الميدانية المجانية، وهذه ضمن الحملات الطبية ليس فقط الغذاء وتوفير الأمور الغذائية، أيضا الأمور الطبية هذه من اهتمامات المنظمة الحقيقة، نقدمها من اهتمامات المنظمة في جميع المخيمات حيث يوجد النازحون في مختلف المناطق والمخيمات التي تشهد وجود للنازحين. شكرا جزيلا لك من الأنبار منسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد.